خصوصية هالانتخابات أن الحزب الجمهوري حصل في هذه الانتخابات بفضل الرئيس ترامب على 10 ملايين صوت أكثر مما حصل الرئيس أوباما في الدورة الثانية عندما كان يجدد في الانتخابات الماضية. ولا أحد يتحدث عن تزوير في ذلك. التزوير هو ما حصل لصالح الرئيس بايدن في الحالات جميعها. اليوم من السابق لأوانه القول أن الرئيس ترامب لن يجدد عهده أو تثبيت انتخابه، يكون رئيسا يتمنى أن لا يضغط عليه اليسار في الحزب، إن فيما يتعلق بالتعاطي مع إيران أو في التعاطي مع الملف اللبناني أو مع عملية السلام التي تقدم فيها الرئيس ترامب، وسيتقدم خطوات أخرى من اليوم إلى 20 يناير، وسنفاجأ بأمور كثيرة من اليوم إلى 20 يناير. أكثر ما أخشاه أن قد تكون إحدى المفاجآت حربا إقليمية لا يمكن أن يكون لبنان خارجها بكل أسف، لأن في لبنان رأس الحربة المتمثل في حزب الله والمنظومة الحاكمة بتصرف حزب الله.